طول عمرك. كيف حالك؟ طول عمرك. دقائق كذا تعطينا بس نبدأ عن نفسك، عرفنا بنفسك وهواياتك ودراستك وإقامتك وكل ما تود أن تعطي. يعني حس اللجنة كانت تعاني كذا، كل ما جاء واحد قال عطنا نبدأ عن نفسك، عن حياتك، عن دراستك، عن إقامتك، عن كل شيء في حياتك، يعني يسولف. يعني اللجنة جاءت لتستمع إليكم لا لتبحث عن الجواب. أنا الحين متفائل إن شاء الله واحد بيجاوبها. أولاً مسي عليكم بالخير، وفرصة سعيدة أني أقف أمامكم. الاسم حزام الأكلبي. نعم. مالك الزود، خريج جامعة الملك سعود، تخصص لغة إنجليزية، مقيم حياتي كلها، وترعرعت في الرياض وتوظفت بالدمام. توظفت يا معلم ولا؟ نعم معلم. معلم. نعم. جميل. مدرسة حكومية من بداية التعيين. نعم. المهارة؟ أنا أكتب الشعر ولي في الإعلام كثير. اسمع، أن لي في الإعلام كثير هذه ما فهمتها، خلينا نشوف تبين ولا لا. نظم محاورة ولا؟ الشاعر نظم، وأكثر ما أجده فن العرضة الجنوبية. ممتاز. أي نعم. نسمع بس. طب عرضة جنوبية. عرضة؟ لعبت في الميدان ولا؟ إيه كثير. مع من؟ والله واجد. لعبت مع ابن جدلان، ولعبت مع مدشوش بن مسفر، ولعبت زوايد الأكلبي. تحفظ شيء مع مدشوش؟ اي نعم. سمع. فيه بدع ورد من مدشوش. انا بداية الحفل ترحيب. يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يقولها اللي لا حضر في الموقف الطيب جمل. يا مرحبا وعداد سبارا من المشايخ في بندر اللي من قديم الوقت تم من كل حد. خيال سمحة الوجيه اللي اعتزى خيالها يمن حدود الطرفة من حدها لحدها بما تتاج في الوعد ما يختلف نشانا. الله الله. قال لمدشوشة قال المعزب رحبوا بالليل فهم كل أحد. يا مرحبا عدة نصوب ساري خيالا حي السيوف للشبا من حدها لحدها في حفل قيف من بني تغلب وشاني شانا. سلامتكم. نسيت بيت. بيت يقول قال المثل ما يرتكي للكائدات إلا جمل. الله الله. والقافلة تسري وعيني من وراها بالمهل. قال المعزب رحبوا بالليل فمن كل أحد. يا مرحبا عدة نصوب ساريا خيالا حي السيوف للشفا من حدها لحدها في حفل قيف من بني تغلب وشاني شانا. طيب يا سلامتك. طيب يا حزام، لو القبيل لك خزانك في الأبيات وش تسوي معه؟ تنزل معه ولا لا؟ والله ما أنزل معه. ما بيقولون أنه جنب عن الموضوع ما قدر؟ والله يقولون أنه جنب ولا يقولون أنه نزل. بيض الله وجهك. هذا في مثل يقول في شاعر اتوقع انه والله ما هو محمد السكران، بس اني يقول ما هو مشكله لي قال مو بشاعر، المشكله لي قال مو برجال. انا اكتفيت. انا الله يعافيكم جميعا. في ميزه ما احنا جالسين اشوف اللجنه يعني جالس يشارك يتفاعل. حاتم قال فكره وقال فكره ثانيه، هذا معناه جالس يبني لي قصة، يبني لي نقاش، يبني لي حوار في البرنامج. حاضر. بيكون جميع. شلونك حسام؟ خير أبشرك. طول عمرك. حسام ذي للجنة ولا دائما الابتسامة؟ لا الحمد لله أبشرك دائما. لا يعني صراحة هي رسالة بعد دخولك علينا، ابتسامتك جدا جميلة. الله يطول. اليوم البرنامج مدة 90 يوم وممكن تتعرض لضغوطات، ممكن أنت في أشياء أنت تشوف تقول أنا مظلوم وأنت ما أنت مظلوم. يعني لأن في درجات وفي حسبة وفي مذيعين وفي وفي وفي. في مجلس نقد وممكن ينتقدونك، انت شاعر وانت رجل يعني معلم متزوج، ممكن ترى يعني بعضهم يرى انه شيء شخصي والموضوع ما هو شخصي، الموضوع اداء، ممكن ينتقد ادائك مثلا. فهل ممكن تاخذ الموضوع تشخصن الامور مثلا وترى ان الامر؟ والله يا ابو فزع ولهنون الرجل، الامور هذه تعرضت لها كثير. يعني انت تعرف في مجال العمل معلم،
تعرض لانتقاد من مدير، من مشرف، من طالب في مجال العرضة، مجال القصيد، تعرض للانتقاد للبيت هذا ليش ما قلت كذا، انت ليش ما وجهت جهت كذا، وليش الشيء هذا خطأ. الانتقاد هذا وارد وشيء يتقبله بسعة صدر بأريحية تامة جدا. أظن الكلام ده ترى مهم يكون موجود على أرض الواقع. أكيد أكيد مهم. ترى الموضوع الآن لنسحب منك الجوال، لنسحب منك الجوال وبديت تعيش المنافسة وبديت تشوف الناس يتقدمون وانت تأخرت وتبي تلحقهم، أو كنت متقدم وتبي تزيد الفرق. صح. يختلف كل شيء، يختلف حين تسوي شيء غصبا عنك، فلا بد تحسب حسابك انك ممكن على قوم شاع الارض هو شيء صدر. والله مو كلهم مو كلهم، لكن انا ما اقول الكلام ذا امدح نفسي، لكن انا عندي قدوه الله يغفر له تجاوز عنها، ابو محمد سعد من جدران الله يغفر. انا جلست يمكن تقريبا 5 أو 6 سنوات وانا ملازمه في حفلات العرضات اللي جتني بيشه، فيكفي يمكن سعد غني عن التعريف، ما يحتاج قدوة لأكثر من شخص، ما هو بالحزام بس. لو طلب منك معرض، طبعا ما تقدر تمر على اسم عظيم زي سعد بن جدلان وما تقول قدوة ولا تقول الله يغفر له ويرحمه، قامة من قامات الشعر في المملكة العربية السعودية، وهذا ذكاء، ذكاء أن يستخدم حضوري مع سعد بن جدلان مع اسم كبير من أسماء الشعر، هذا يدلل ويبرهن على أني شاعر وحضوري معه، مو باستفدت من شعريا، استفدت من سمته بعد، ذكاء وحضور ذكي جدا جدا جدا. عن سعد بن جدلان تقدر تجهزه؟ اكيد وودي بعد كتاب او معرض او صور او شيء، كل شيء، صور، قصص، قصايد، مواقف مر عليها، اثريات تخصه، كل شيء. صار بينك وبينها رديات شيء؟ والله اكثر اللي صار بيني وبينها عرضات. أستاذ عبد الله بسألك حزام، لك مشاركات باليوتيوب، لك ظهور باليوتيوب؟ والله أنا ما عندي قناة، لكن يمكن فيه شيء مصور، حفلات مصورة ونازلة. إيه أنت عارفها يعني، قد شفتها أنها نازلة لك حفلات؟ والله قليل اللي نازل، أكثر اللي ينزل اليوم في السناب، عندي مقاطع في السناب وعندي سنابك فعال. ايوه سناب، وعندي في سناب قبائل ثانيه زي سناب قبائل اكرم، سناب الشخصي، سناب ايش، اي سناب الشخصي فعال، نعم فعال، هنا متابعين كثير. ايوه ايوه ما شاء الله، الله يعطيك العافيه. انا اكتفيت سام، انا اكتفيت الشباب وسادته سلحاتهم، لا بس مكتفين من الاول طاروا. هذا شكرا لك وياكم ان شاء الله، شكرا لكم حصه سيده يا مالك، نشوفكم على خير. نموذج جيد حضور، بس ما أدري ليش اللجنة ما تفاعلت يعني معه، الدكتور ما سأل، سبين ما كمل سؤاله، فواز ما أعطى، ما أدري في سر في هالمتسابق، لكن حضوره كان جيد صراحة، في ذكاء في التصرف، بس ما أظهر غير موهبة الشعر، ما أظهر إلا حتى موهبة العرضة فقط. كنت أتمنى هو يبادر، إذا ما هم عطوه شيء هو يبادر يقول أنا عندي كذا، ممكن أسمعكم أبيات، ممكن أنشد، ممكن أعطي مواهب أخرى، أقنع الحضور أني أنا مواهب.